هذا وجرت لضيف البلاد الكريم في قصر الصخير مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطني الإماراتي والملكي البحريني. وقد بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل المملكة البحرين مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة. وقد رحب جلالة الملك المفدى خلال اللقاء الذي جرى في قصر الصخير بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والازدهار. كما تبادل جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن زايد التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الرخاء والرفعة، وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية متجذرة والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية. كما بحث عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. سلام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلام مملكة البحرين. الشرف كتفان ترح. وأكد جلالة الملك المفدى اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة التي جسدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا، سيرا على نهج الآباء والأجداد ووقوف دولة الإمارات المشرف تجاه مملكة البحرين وشعبها عبر مختلف المراحل، معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على مواقفها المساندة لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات وما قدمته من دعم على جميع الصعد.
وشدد جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية المضي قدما في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بجانب ضرورة العمل على البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي، واستكشاف فرص تنمية التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والتعليم، بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة. كما أكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه مواجهة مختلف التحديات الراهنة، انطلاقا من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس. كما شدد على أهمية وحدة الصف العربي وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات شعوبنا العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. يقول أبوي اللي يتجمل مبادئ، وصل يا ناصر لابو خالد مقالي، يقول سلم لي على اللي مساعيه، تشكر وتحمد بعد رب الجلالي، محمد اللي بالكرم من يجاري، قدوة كرم للناس فول وتالي، أقدره وأحفظ وقاره وداري، وأقول هذا لي رفيق أموالي، أخاوي اللي ما يخلي مخاوي، وأنا معه في سلم ولا قتالي، وعلم الوفاء والطيب ماني بناسيه، يبقى معي في منزلي وارتحالي، ونذكر شويمان وافخر بطاري، وسلالته كنها من اغلى عيالي، ورث الجدود نعز شانه ونحميه، ونرقى بتاريخه بروس الطوالي، اهدوه جداني وانا صوبك اهديه، ونرخص الغالي لجل عين غالي، وما فيه شيء الا اوله مثل تالي، من خلقة الدنيا اليوم الزوالي. وسلام. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة إفطار تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.